الحديث عاده بقلب ما شفت بالفيديو يعني عاده بس يصير في فيشن رياكشن النيوترون اتس نيوكليار فيسايل نيوكليار عم نحكي عن يورانيوم 35 ات سبليتس ات تو تو نيو فيشن برودكتس او دوتلز وان اديشن تو تو بقولوا اكسبكتد فاليو افريج هو 2.5 نيوترونز بيطلعوا فكل نيوترون عم تعطيني عم تضرب يورانيوم عم تعطيني اثنين تعطيني تقريبا 2 ل 3 نيوترونز بير فيشن رياكشن عندنا millions of fission reactions happening per second. فأول شغلة بدنا coolant بيت الحال لعدة أسباب. coolant عادة باللايت ووتر reactors من اسمه coolant لأنه عندي fission يعني power generation يعني heat generation يعني increasing temperature فبدي برد ما يصير عندي meltdown. نفس الوقت بدي moderator لأنه عم بحكي عن thermal reactors. thermal reactors يعني operate at low energies فبدي النيوترون اللي بتخلق بعد الفيشن قلت لكم 2.5 ل 3 نيوترونز بيخلقوا ات هاي انرجيز 2 ل 10 ميجا الكترون فولت هذا الرينج ديستريبيوشن بدك تبطئهم لانه بدك تخليهم كوانتملي سبيكينج يورانيوم عند الماكسيموم افشنسي تو فيشن تو اندر جو فيشن ات فيري لو انرجيز بنحكي ب 0.02 الكترون فولت حوالي كابل 1000 متر بس سكند هذا كثير لو مثلا سياره فمضطرين نبطئها لنزيد الافشنسي ونقدر ننتج نيو فيشن كيف بنبطئها؟ عادة إذا عندي نيوترون بدي بطئها بدي خليها تعمل كوليجن تضرب بشيء إذا تضرب بشيء ثقيل هتاخد طاقة منه فما هتبطأ إذا تضرب بشيء موازنه هو الموست افشن عشان هيك بس بيلعب بالياره مثلا يكون الطابات كلهم نفس الشكل ونفس الوزن لتكون أكثر شيء افشن بالترانسميشن اوف انرجي فروم وان تو انذر فأقرب شيء لوزن النيوترون شو هو؟ النيوترون هي 1 الهيدروجين لانه بقلبها 1 بروتون 1 الكترون اللي هي نيجليجبل بالنسبه للبروتون فاصبت شيء يضربها بهيدروجين عشان هيك بيستعملوا عاده المي تو مودريت عشان هيك بنعرف لايت ووتر ريكتس او بكندا او بالهند اللي كان دوه الديوتيريوم بيستعملوا الهيفي ووتر ريكتر لا لغايات اخرى يعني هذا مش بالتفصيل فكمان بدي مودريتر نفس الوقت بدي اعمل درايفنج لستيم توربين بدي حاب بدي استفيد من هالطاقة من هالهيت اللي عم بنجو بدي I want to drive a steam turbine فبدي steam فبدي working fluid فبدي هالمي تكون موجودة عشان هيك most reactors اللي هلا حوالين العالم 400 وشي تقريبا معظمهم pressurized water reactors جزء قليل 80-90 boiling water reactors بيستخدموا المي هلا هاي التكنولوجيا اللي هلا حكي عنها مش عم يستعملوا فيها المي المي عندها مضبوط حكينا عن efficiency بال collision او moderation بس عندها شوية سلبيات بس نحكي عن reactivity أو accident nuclear accidents فهون يعني بنطلع نحكي عن هيليوم ككولنت هلا في تفكير عنده good chemical stability هيليوم مش مثل المي سابق corrosion الستيل reactor pressure vessel معمول من الستيل وعنده very low نسميها cross section of absorption cross section كمان on quantum speaking هي كأننا عم نحكي عن probability of absorption فالهيليوم ما بيعمل absorption للنيوترونز انا بالنهايه بهمني يضل في نيوترونز لتحافظ على النيوترون ايكونومي to induce more fissions to continue my chain reaction طبيعي ما بدي كمان خليهم فلتانين يزيدوا لانه قلت كل نيوترون عم تعطيني 2.5 فيك تشوف الجرو جيومتريك او حتى اكسبوننشال بعدين ماني هيدي صارت قنبله نوويه بطلت رياكت هذا الفرق الاساسي فمضطر اسحب النيوترونز يعني ما اولا ما بدي اسحبهم كلهم او اقضي عليهم وبنفس الوقت ما بدي اخليهم بس يعني كل وحده تنتج بس وحده لانه بخاف اذا وحده انتجت وحده معناتها انا مع هيدا الباوندري اذا صار في خلل صغير ما قدرت تنتج ثاني وقفت الرياكشن صار عم تنزل فمضطر احافظ على هالايكونومي اذا بدي اسحب النيوترونز حط كنترول رودز البورون كنترول رودز او بيكيبوا بوريك اسيد البريشر هون عم بحكي عن شيء ثاني بس عم بحكي نفس فكره الابزوربشن انه انا هون اذا بدي احافظ على النيوترونز على وجودهم المي عندها بارازيتيك ابزوربشن تسحب شوية نيوترونز الهيليوم ما عنده very low parasitic absorption عم بيحكي كcross section negligible activation that's also a very good feature لأنه بالboiling water reactor بس يكون عندنا مي عم ببعثها مثل ما هي على التربين بلا intermediate circuit اللي حكيت عنها قبل شوي التربين بصير شوي contaminated فعادة مضطرين نضل نحطين هودي off gas systems أو ion exchanges لنقل المي moderator اللي كنت عم بحكي عنه كمان هون كان المي المي كان عم تطلع بثلاث أدوار منها cooling moderation والوركينج فلويد تو اكتيفيت ذا ستيم تربين هون المودريتر عم يستعمل جرافايت طيب في كاربون ذات توليريتس فيري هاي تمبرتشرز وجود كومباتيبلتي وذ ذا كولنت لانه عاده باللايت ووتر ريكترز باك تو ذات بوينت
بس يكون عندي فيول باليتس حاطط بحطون عاده بزركونيوم رودز بسموها كلاتينج. دوره انه تعزل الفيول من انه يكون مدار دائر دغري دايركتلي بالمي بالووتر اللي هي لنا ادواره. فماني مضطر انه يصير في دايركت كونتاكت بين ماي فيول اللي هو راديو اكتيف والفيشن برودكتس والفيشن جازز يكون دائر مباشره بالمي. بحطوا زركونيوم ليعزل. الزركونيوم عنده احدى مشاكل طبيعيه مش شيء كامل يعني. الزركونيوم عنده مشكله اللي هي اوكسيديشن. بس تصير تقريبا الحراره 1200 ولين الزركونيوم مش بالمي. ببلش يعمل اوكسيديشن بيعمل اوكسايد لاير. تقتل الزركونيوم بعد مدى طويل. تصير تعمل امبريتلمنت هذه الامبريتلمنت او هايدرايد لايرز. فهي احدى المشاكل اللي بيعانوا منها على طول بيصيروا بيضطرين ياخذوا عينات ويعملوا تستنج من فتره لفتره. هم عندي مي الهيدروجين ما في هيدروجين. فما في عندي مشكله اوكسيديشن. فالجود كومباتيبلتي وذ كولنت هيك بتعني. لانه الكولنت هيليوم مش مي. فذي ار كومباتيبل ماي فيول. فأنا اصلا مضطر لزركونيوم هون. ليش؟ لانه هلا بس احكي عن البابلز كرات الفيول بنحكي عاده بالحيال رياكتر هذا الكوميرشال الفيول هو عباره عن روتس بقلبهم الفيول باليتس اليورانيوم باليتس. بينما هون الفيول منه روتس بقلبهم زركونيوم هو عباره عن بابلز طابات بقلبها فيول كيرنل كثير خفيفه كميه الفيول اراوند 7 جرامز اوف يورانيوم مش فيسايل مش يورانيوم 35 عم بحكي انريتشد يورانيوم. وحواليها بتكون لايرز اوف كربون بايروليتيك كربون سيليكون كاربايد. دورهم او واحد منهم هو انه يكون مثل الزركونيوم كلادينج يعزلوا الفيول عن انه يضغط مباشره بالهيليوم بالكولنت. والدور الثاني انه يكون فينا نعتبرها انه في هاي هيت كاباسيتي صار او بتصير تطول لتوصل الحراره من جوا لبرا كمان هون يمكن ميتيجيت ذا ايشو. الدور الثالث الاهم كمان تنال الاخر انه يعملوا ريتنشن كمان حوصل لهم انه يكون حاصر انا الفيشن برودكتس بقلب هالفيول ماتريكس. هاي الفيول هيك شكلها. الأورانج هو الفيول كيرنل هو couple of grams of fissile material يورانيوم جنرال بقلب شوية fissile material حواليها أربع layers سيليكون كاربايد وثلاثة pyrolytic carbon. مثل ما عم أهدافهم عنهم بينحطوا بيكون في كتير من هيدي بقلب one pellet. هاي كلها كبيرة اللي في بقلبها كتير من هدول صغار around 5 to 6 centimeters diameter. بس طبيعة الحال هاي بنسميها هون صار فيول اليمنت. هاي فيول تابل هاي فيول اليمنت بيكون في من حوالي 100,000 من فيول اليمنت بقلب الدائرة. الفيول السيراميك كوتد بارتيكل فيول اليمنت that tolerates high temperatures way above 1600. هونيك كنا عم نحكي عن مشكلة الزركونيوم على 1200. هون في يحكي عن it can tolerate أصلا ما بصير ما في مشكلة oxidation بس حتى كماتيريال itself can tolerate high temperatures up to around 1600 واللي هي أصلا ما بتنوصل بحيال الاكسيدنت بهالكيس. هلا فيري هاي ريتنشن اوف اول فيشن برودكتس بسبب هالكومبلكسيتي بهالفيول ماتريكس. فيشن برودكتس من مستحيل يضهروا بالمي يعني حتى بدك فيري فيري هاي تمبرتشر توصل ل 2600 و3000 هون بصير في ملت عم بكون دابل يورانيوم بحد ذاته. ف الفيشن برودكتس ار واي ويل ريتيند انسايد ماي فيول اليمنت. This is from Tsinghua University based on their experiments and tests on the HTR10. عم يحكوا عن distribution أو temperature average temperature بقلب الرياكتر أو maximum temperature كمان هون بقلب الرياكتر. هذا maximum temperature هلا هذا الشيء اللي يحكي عنه بعد شوي إنه ليش بتطلع وترى بتنزل. During two cases هون بس LOFC هي loss of fluid أو loss of coolant accident هذا نسميها هاي depressurized loss. فحتى لو خسرت الكولنت هون يعني حتى لو صار مثل ما صار بفوكوشيما راح الكولنت راحت المي ما قدرت تضغط على المي مستحيل وصل لتمبرتشر كثير عالية مثل ما صار فوق شيء ما طلع عم تعلى تمبرتشر كمان حاكي. اضبط فيتشر بهالرياكتر يعني هي الشيء الاساسي اللي بيعطيه تقله واهميته هو السيفتي. اولا غير انه جن 4 هو سبيسيفيكلي في بلده كثير فيتشرز. تشيرنوبل لايك اكسيدنتس ار اولسو اكسكلودد فور ذيس ريزنز. اول شيء في اوتوماتيك شت داون ان كيس اوف اكسيدنتس. في التيرن اللي استعملوه سكرام سيفتي كنترول رود اكس مان اللي هو في اسطوره بتقول انه انريكو فيرمي بس بنى اول رياكتر بشيكاغو واحد مثل ميز من البي اتش دي ستودنتس هاي الاسطوره بس بعدها ما حدا نفاها يعني بس بتتداول كان واقف فوق الرياكتر على الاطلال والكنترول رودز اللي بس تحس في اكسيدنت حيصير بدك تكبهم ليسحبوا النيوترونز لتوقف الرياكشنز مربوطين وهو واقف تلميذه بي اتش دي ستودنت حامل اكس
فكان بس يعطي انذار انه حيصير في عندي مشكله في في يا اما النيوترون ريت برودكشن او الباور برودكشن او حتى البريشر عم بيصير فيها خلل ضرب الفأس وقع الكنترول رودز. فالترم بعده لهلا متداول يعني هلا يلا باور بلان. في ترم اسمه سكرام سيفتي كنترول رود اكس مان بعده لهلا متداول اكيد بطل في بي اس دي ستودنت واقف عم يضرب بالاكس بس الترم متداول بحلو لعله معامل يعني كثير وصلنا لهون طبيعي هو عم بحكي بال late 40s early 50s اول سيفل رياكتر اوتوماتيك شت داون بس يصير في اي ميجرمنت غلط يعني يا اما قالت النيوترون برودكشن عالي او الباور عالي او صار في خلل غير النورمال ستيج لازم ينزلوا لحالهم هالكنترول رودز كومبليت باسيف ريموفل اوف ديكاي هيت تيرم ديكاي هيت بس اقدر اعمل سكرام ودي كرونولوجيكلي فينا نعتبرهم سوبر هاوت ستيتمنتس بس اوقف السكرام بطل في عندي باور جنريشن بطل في عندي فيشن بس نزل الكنترول رودز وقفت الفيشن رياكشن فبطل في باور جنريشن بس في عندي فيشن برودكتس اكيوميليتد عم يعملوا ديكاي ناتشرال ديكاي تبعولتهم في عندي كزانون كريبتون هود الغازز كلهم بدهم يعملوا ديكايز كل ديكاي منهم عم تنتج يا اما الكترون يا اما نيوترون الديكاي بحد ذاتها از اسوشيتد وذ انرجي عم بحكي عن بيج اماونت اوف اتومز اوف نيوكليي فبحد ذاتها حتنتج لي كثير طاقه Empirically speaking, حوالي 4% من الباور اللي كنت انت عم تعمل عليها اوبريشن بعد ما تطفي الرياكتر بتضل بتبلش 4% يعني صرت عم بحكي عن 100 ميجا وات الكتريك اون رياكتر يعني 4 ميجا وات اول لحظه بتطفي فيها الرياكتر بكون بعد عندي هالقد باور مش بسبب الفيشن مش عشان في عندي باور جنريشن بسبب الفيشن برودكتس عم يعملوا ديكاي بسموه ديكاي هيت فهي الديكاي هيت 4% وعم تنزل عشان هيك ديكاي بس كمان 4% هو انه شيء تافه منه نيجليجبل منه تريفيال شيء له عزيه انا عم بحكي هون عن ديكاي هيت وخصوصا عم بحكي عن ايفن ان لوس اوف كولنت اكسيدنتس يعني حتى لو بطل عندي هيليوم لبرد بقدر passively without the need of human intervention without the need of diesel generators او 50 كي في ديزل جنريترز ليرجعوا يدوروا البامبس لارجع ضخوا هيليوم يعني لجوا في حتى بدون هيليوم ضل يبرد هذا الرياكتور كمان حق long grace period لانه الجرافايت اللي هو يوز از مودريتر بنفس الوقت از فيول ريتينر عنده فيري هاي هيت كاباسيتي فبيقدر يتحمل هاي تمبرتشرز فلتوصل الحراره من خلص الكولنت برا تنتقل الحراره من برا لجوا ويصيروا يتحركوا من بعض ويدوب ليضطروا يدوبوا فيري لونج ريس بيريد بنسميها until an action can be taken وريدي اكتيف ماتيريال ريتنشن اللي هي بحد ذاتها كمان مشكله بس غير احنا بس نحكي عن نيوكليير ايس اللي كانوا بيحكوا عن هيدروجين اكسبلوجن او مثلا بيحكوا عن راديو نيوكليايدز ديسبيرجن فيوجن تبعها هون الفكره انه راديو نيوكليايدز تبعولتها كونفيشن برودكتس ار واي واي ويل ريتين بالفيول تابل او الفيول الالي حاحكي قبل ما نفوت بالايكونوميك ديسكشن شغله لانه حكيت عن اللوس اوف كولنت كثير فتت بالتفاصيل مثل ما قلنا نفترض عملنا سكرام وقف الرياكتر وقف الفيشن بس بعد في هيدا الديكاي هيت اللي بدي اتخلص منه وراح الكولنت يعني بطل في برد الفكره انه كميه الكولنت كثير قليله والرياكتر اللي بعدنا عمره ما عم عمره بروبورشنال للباور مش مثل اللايت ووتر رياكتر فبعده كبير في فيري لو باور دنسيتي يعني كميه الباور سورس او الاماونت اوف باور سورس مقارنه بالفوليوم اللي عندي اياها غير انه اصلا الفيول تابلز بقلبهم فيري سمول كيرنلز قررتنا كمان بحجمهم بتخلي انه انا عندي very low power density شو معناتها؟ معناتها الهيت production بالنسبة للسبيس تبعي كثير مقبولة خلينا نسمي ما نقول ضعيف يعني ليش عم بحكي عن accident لدرجة كمان انه ماني بحاجة لهيدا الهيليوم الكولنت بلورز يمشون بل بيكفيني انه الهواء الموجود بيناتهم المفروض كمان بطل موضوع مسلم فعلا بيكفيني الراديشن mode of heat transfer يا conduction يا convection يا radiation انا مفترض تصب بفاكيوم هلا في كوندكشن اولا بين الفيول تابلز بين بعضهم بينتقلوا غير انه كمان غير انه الجرافايت كثير قوي ككي ككوندكتيفيتي كونتاكتيف هيت ترانسفير كوفيشنت وفيري هاي هيت كاباسيتي كمان فبيقدر الهيت الموجود ينتقل بين تابل للثانية للثالثة ويتوزع لبرا لبرات الرياكتر بريشر بس برات الكور كله جرافايت حتى الكور معمول من الجرافايت في الراديشن كمان اكيد نسبة اقل بكثير من الكوندكشن بس كمان الراديشن اضافة للكوندكشن بيكفوني اني اقدر اتخلص من الهيت الموجودة مش بحيط الرياكتور الطبيعي
افيكو كمان بالعكس اتس وان اوف ذا بوستوليتد اكسيدنتس ان ذا لوس اوف كولنت اكسيدنت بس هون بطلت اكسيدنت في الواحد يشيل كلمة اكسيدنت لوس اوف كولنت از سمثينج ذات هابنز ويو كان سولف ات يو نو نو نيد تو سولف ات اتس سولف انترنسيكلي هلا اذا عم بحكي عملت سكرام يعني وقفت الرياكتر بطل في عندي باور جنريشن طب الليفل الاعلى اللاير الاعلى انه ما عملت سكرام صار في شيء ما بعرف صار ما نزلوا الروتس يعني بعد في شو بعد في فيشن بعد في عندي باور جنريشن بعد في عندي باور سورس مش بس الديكي هيت هون ما بيهم الديكي هيت هلا 4 ملي عم تنزل صار في فيشن بعده الرياكتر اوبريتنج بعده ماشي وراح الكولنت بحكي بطل في كولنت ما بعرف الباور الموجوده راحت صار في اكسيدنت عطلوا كل البامبس بكل في ريدندنسي دايفرسيفيكيشن للبامب بس كل شيء ممكن يصير هذا بس بتفوت بدومين البروبابيليستيك سيفتي اساسا تصير بتحط توصل الاخير لفريكونسي اوف كور ميلت داون او بروبابيليتي اوف كور ميلت داون بس كل شيء ممكن يصير فبتقول ما قدرت تعمل سكرام وراح الكولنت كمان هون الرياكتر في شغله كثير حلوه هون شوي بفوت كوانتم بس يضل في عندي فيشن برودكشن يعني باور جنريشن يعني هيت وما عندي كولنت شو عم يصير بالحراره عم ترتفع تمبرتشر عم ترتفع كل ما تعلى التمبرتشر اليورانيوم 238 مش في سايد اللي ما لها عازله هون بحي الله الرياكتور بشكل عام لها عازله بس ما تنتج بلوتونيوم بس ما لها عازله لتولد طاقه لتعمل فيشن تونس من اثنين الا ات فاست ان ذا فاست ريجن ضروري هذا اليورانيوم الموجود هون عنده شيء اسمه بارازيتيك ابزوربشن في عندها resonance region في عندها هودي cross sections of absorption يسمون انها بتاكل النيوترونز هي هيدول اللي بس تعمل حرارة شو بصير فيهم دوبلر effect مالها دوبلر effect النيوكلير بتشبه الدوبلر effect بال communication او signal processing الويفز يعني بتتوسع ال resonance فبتصير the probability of absorption اعلى كثير اعلى كل ما تعلى temperature بعد عم توسع اكثر يعني what's the fastest thing to occur دوبلر effect هي اسرع reaction بتصير يعني بس يتوسعوا على الريزونانسز صارت الابزوربشن اوف نيوترونز كثير عاليه بسموها الابزوربشن انتجرال كثير عاليه شو صار بالنيوترونز الموجودين؟ عم ينقصوا رجعوا شو صار بالفيشن رياكشن؟ رجعت تنقص لانه الفيشن بروبورشنال للنيوترونز كل ما يكون عندي مور نيوترونز يعني مور فيشن لانه 1 تو 1 فينا نعتبرها كل 1 نيوترون بتنتج لي 1 فيشن فعم برجع ببلع انا هودي النيوترونز بسبب شو؟ بسبب المشكله اللي وقعت فيها انه هيدي الحراره اللي عم ترتفع عم بتسبب الريزونانسز انه يتوسعوا عم تقدر ترجع هيدا اليورانيوم 238 ترجع تبلع هالرجم شو عم بيصير هلا يسأل شو عم بيصير بال شو يعني بلعتهم مثل حي الله نيوكلير رياكشن بلعت ابزورب بسموه ابزوربشن اخذت النيوترون كانت يورانيوم 238 شو صارت يورانيوم 239 مانا ستيبل تحول بيتا ديكي لنبتونيوم نبتونيوم يرجع بيعطيني بلوتونيوم بعدين بيتا ديكي توصل لبلوتونيوم 231 ما له عازو كمان ما فيك تعمل منه قنبله فبحد ذاتها حتى تتخيل مش بس انه اذا قدرت اعمل سكرام وراح الكولنت حليتها لا حتى اذا ما قدرت اعمل سكرام وبطل في عندي كولنت كمان ما وقعت بمشكله فهو دي مين اللي اكثر شغلتين غير كمان الفشن والتنشن لشو السكرام هلا هلا كمان شغله هون اذا بدي افوت اكثر ديتيلز نقيب معنا بالدومين فضح لا انا نقيب على التليفون اذا ما بدي اعمل سكرام نفترض هيدي مش نحن قلنا توسعوا الريزونانسز طب توسعوا الريزونانسز وخفوا النيوترونز بس بعد شوي شو حيرجع يصير؟ ما خف الفيشن يعني خف السورس شو صار رجع بالتمبرتشر بلش رجع تنقص رجعوا داروا الريزونانسز اذا بدنا نحكي مش قلنا وسعوا لانه عليه الحراره طب رجعوا نزلوا ففيك صار تتخيلها انه مثل اوسيليشن وبعدين حتوصل لستادي ستيت وهالستادي ستيت بيرجع للفيجرز اللي فرقت منها بشوي فرقت منها عم ترجع تنزل هالستادي ستيت ترجع توصل لها ترجع بعدين تنزل هون كمان لما حكيت عن لونج ريس بيريد الاوبريترز الموجودين بعد الموجودين شايفين شو عم بيصير مع انه مش كثير له عازل بس صار فيهم يتدخلوا يشوفوا مشكله البامب يشوفوا مشكله الهيليوم يشوفوا مشكله الكولنت صار فيهم يرجعوا يشغلوا الرياكتر مش كانه اكسيدنت مش يوقفوا يعالجوا لا فيهم يرجعوا يكفوا ينتج طاقه يعني طلعوا عكس يضرب عفوا طلعوا عكس يضرب بالضبط اذا بده يرجع يرجع يستعمل 100% بكون متحط بحاله يعني اذا بعدهم طيبين مع اللعيبه بالضبط لهون نكون حكيت شوية تكنيكال حاولت نحولها كثير لتكنيكال في أشخاص طبيعي بيحبوا المور الإيكونوميكال أسبكت في أشخاص بيحبوا النون بروليفريشن أو البوليتيكال أسبكت أحكي شوي عنهم بالأخير بالدسكشن أكيد حيكون في كثير كريتيسيزم نيوكلير بتصير بالأخير يعني يو كان بومبارد مي with questions
economic discussion اللي هي احدى المشاكل الكبيره بس نحكي عن نيوكلير لانه بدها كثير initial investment او initial cost عادة مش كثير سهله انه والله مثل اشخاص او افراد او شركات هي اللي تكون قيمه يعني لا لا بدها الدوله عن جد بدها حكومات يعني صعب تقول هذا انفستر حب يحط مصرياته ويبني رياكتر لا لا بتصير برا مثلا نحن نتعلم هذا بسويسرا برا في شير هولدرز هن عباره عن مؤسسات كبرى اوكي مرعيين الدوله يعني الريجوليشن في ريجوليتر مرعي من الدوله والدوله بتمول بس في شير هولدرز يعني في شركات كبرى عالميه بس بشكل عام هي الحكومات اللي بتبني الرياكتر انه في بدك انيشال انفستمنت كبير مضبوط مربح بس مربح امتى على اللونج تيرم يعني بير كيلو وات اور بس احكي عن النورماليزيشن بالاخير هي بيطلع كثير رخيص ارخص من حيلا اذر تايب اوف انرجي جنريشن بس المشكله الانفستر اللي هو مصاري ما حيحط مصرياته بهيك شيء ويقول لي يلا طلع لي يوم 50 سنه بس خلص الرياكتر اوبريشن بهمه هلا يعني تحط ويسحب مصاري فاكيد الحكومات هي المعنيه مش بقى انه بدها تطلع مصاري تطلع مصاري بس السبب الاخر هو انه لا انه هي بتتحمل مش ما بعتقد ديفينيشن الحكومه اللي غايتها توخي الربح مثلا حكومه غايتها ان تحكم وتدير شؤون العباد اوكي فهذا شان الحكومات اكثر يعني هلا هون لما عم نحكي عن الاتش تي جي ار قبل باب مودلر الرياكتور بريشر بس قلنا منه مش مثل اللايت ووتر رياكتور انه بيكون على حجم تقريبا 22 متر بالطول الارتفاع والدايمتر انه مور سيركل مش رح احكي دبث يعني او ثيكنس شي 6 7 متر 11 متر كور 7 متر 11 متر هون كمان بعده كبير اصغر بس بعده كبير مش بروبورشنال للو باور عم بحكي انا مثل ما قلت هذا التايب اوف رياكتورز 100 ميجا وات الكتريك يعني حوالي 250 ميجا وات ثيرمال بيتحول ل 100 ميجا وات الكتريك صغير بس مش بصغر الرياكتر، الرياكتر غالي شوي فبيخلوا هالرياكتر، فهذه احدى السلبيات انه اوكي يعني عم بنتج طاقة قليلة مش كثير كبيرة مش بالنسبة للرينيوبلز بالنسبة للنيوكلير بالنسبة للرينيوبلز بعدها كثير كبيرة مثل البواخر مثل البواخر عم بنتج طاقة صغيرة مقارنة بهالرياكتر بريشر فيسل اللي هو كبير حقه مكلف والكور انترنالز طبيعي كمان عم بحكي عن فوليوم كله عم يكبر فمكلف بس نحكي عن نيوكلير باور بلانت هودي كلهم مع بعضهم بشكل تقريبا 1.5-2% من كل الكوست وحدا بقول لك عن الفيول كمان الفيول بشكل 1% اذا مش اقل من كل الكوست انكلودينج انريتشمنت فهودي منهم شيء اساسي هن شيء موجود طبيعي 2% بس هن منهم شيء اساسي مضبوط هودي غاليين مقارنه بغير غير رياكترز اوبريتنج بس منهم الاساس ما بيغلوا لي سعر الباور بلانت ما بيغلوا لي سعر الرياكتر كثير اون ذا اذر سايد It's a very simple system. ليه؟ لأنه بس تحكي عن power plant اللي بفوت على power plant بشوف systems موجودين شوف إنه part of power plant هو هالقد والباقي معظمه أو كل buildings بسموها auxiliary buildings أو emergency buildings ECCS emergency core cooling systems بتكون لأنه بدك مثلا بدل pump 10 ليه؟ إذا بتزعت الأولى بتشتغل الثانية إذا بتزعت الثانية بتشتغل الثانية redundancy حتى diversification ببعض الأشياء يعني إذا في يكون عندك two different sources two different activation signals كمان هذه عم نحكي عن redundancy أو two different sources of supply of coolant or two different sources of measurement of power inside إذا بدي أعمل testing بدي أعمل diversification فبدأ كتير بدل يعني أنت لما تقول بدي شغله بالحالة الأوبتيمال اللي هي ما حدا بيعملها بدي بس شغل شغل من كل واحدة ما بتكبر الباور بلانت كتير كتير صغير بس اللي بده الكبير واللي بده مباني يعني ليش كبير الباور بلانت بتكون ليش المباني كتير هن الأوكسيدري سيستمز إن هودي السيستمز اللي برا اللي فور كول كولينج أو باور سبلاي فهو very simple system ليه؟ لأنه ما بدي هودي الأوكسيليري سيستمز قلنا أنه اتفقنا من أول من قبل في define generation 4 أنه to eliminate the need of off-site power فأصلاً ماني بحاجتهم لها off-site power online continuous refueling شو يعني؟ اتفقنا هودي البابلز اللي عم بفوتوا عند الطابات اللي هن الفيول continuously being refueled يعني بينزل undergo fission تنزل undergo fission بعدين في شيء اسمه burnout measurement تقدروا يعملوا measurement تحت قديش جزء اليورانيوم الباقي قديش جزء اللي انحرق اللي تحول لنيو فيشن برودكت قديش شيء معاش له عازي قديش بعد تتحمل بيجوا بيعملوا recirculation فدايركت measurement recirculation بالcommercial power plants العاديين اللي هن هلا حوالين العالم مش عم بهتكم هن اهم شيء معيشين معظم الدول يعني بس عم بعطي differences هلا بالcommercial power plants لا مضطر انت كل اخر سنه او اخر سنتين توقف شيء تعمل شيء اسمه outage بيعملوا refueling بيوقفوا الرياكتر، they scram
مش هون سكرام because of accident سكرام intentionally وقفوا اصلا بياخذوا هالفيول اليمنتس اللي حاط مرقوم بقلب المي اكيد ما بشيلوهم دغري بعدهم عم ينجوا كي هيت مرقوم بقلب المي بيعملوا ذير اون اللي بدهم يعملوا ميجرمنتس عليهم بيراجعوا جزء منهم الجزء اللي معصبوا الدنيا بشيلوه بحطوه بالستارت ستاند وجزء بيعملوا ريشافلينج بيرجعوا ريكونستراكت لانه في شيب للنيوترون فلكس بدهم يعملوا له كونستراكشن بعدين كله في كثير نيوترونيك ستاديز هودي بيرجعوا بيراجعوهم وبزيدوا عليهم فيول اليمنت جداد قديش هلا حسب كل دولة في دول بتعمل 30% بقول لك كل مثلا في دول كل 3 سنين بيعملوا ريفيولينج في دول كل سنة بسويسرا عادة كل سنة ثابت هلا قبل ما اجي كانوا عم يعملوا ريفيولينج يعني فكانوا موقفين وبيوقف مش لأنه لخمس أيام مش الرياكتر مش اون اوف بده يوقف بده فترة بدك تاخذ الفيول اليمنتس بدك تعمل تيستينج بدك تعمل ميجرمنتس بدك تشوف إذا في دراي اوت على الزركونيا بدك تشوف إذا في اوكسيديشن لاير مثل ما اتفقنا بتعمل امبريتلمنت ففي كثير قصص بدها تتعمل فمش بينعمل بخمسة أيام مثلاً بده حوالي شهر ثلاث أسابيع شهر حتى ممكن توصل لشهر وشي إذا شافوا إنه في شيء لا في خلل معين لا لازم ففعلياً من إذا نحكي نرجع للconcept efficiency في محل معين خسرت شيء شهر من سنتي أو شهر ونص تمام حتى أو من سنتين حسب قديش الأوتج فهذول مع إنه بعد عم برجع بحكي هون الavailability factor بالnuclear أو من كل الأدر technologies من renewables مثلاً اللي فجأة بتروح الشمس فجأة بيجي الهواء فجأة أقوى بكثير منهم وكمان غير إنه نحكي عن شيء ستيبل يعني كبيس لود كبير فهون بكون ارتحت من قصة بكون بالأحرى زدت الأفيلابيليتي فاكتور فإيكونوميكلي سبيكينج هذا بتفيدني مش وقفت شهر ونص عم ننتج وهاي أوبريشنال إفشنسي مثل ما بلشت مثل ما قلنا اسمه هاي تمبرتشر جاس كولد رياكتور أوبريتنج أت هاي تمبرتشر كارنو سايكل إنكريز تعلى الأريا فعندي هاي الإفشنسي بحط زيته للرياكتور تو درايف ذا ستيم تيربين هاي اولا وبنفس الوقت انه في يستعمل هالهاي تمبرتشر بدل ما كبه بس تخلص يعني في اي كان اكستراكت بارت اوف ات فور سيفرال يوزز للاندستري نحكي ان جنرال عنه البنفيت اوف مودلر ديزاين لانه هن هو هيدا التايب اوف رياكتورز اسمه بابل بيد مودلر بيجوا بتحط اول فيك تحط رياكتور فيك تبلش برياكتور واحد هلا هن التشاينيز بيقولوا 2 2 2 فيك تبلش هلا بدي رياكتور واحد وفي زيت وبنفس الباور بلانت هلا الامارات مثلا مش عم تبني اتش جي ار بي عم تبني عادي بريشرايز ووتر رياكتورز اربع رياكتورز بباور بلانت وحده كل واحد 1400 ميجا وات ثيرمال هدول عم نحكي بعدنا بالجنريشن 3 باور بلانتس اللي سيف بس اذا عم مقارنه بهيدا ليس سيف بباور بلانت وحده انت هون كمان نفس الوقت فيك تعمل نفس الشيء يعني فيك تبلش برياكتور واحد صغير and couple it later on with other reactors driving the same steam turbine فيك تحط 6 reactors 6 ميجا وات driving the same steam turbine هيدي ال benefit of modularity كمان هلا حكي عنها انه فيك تعمل بصير عندك standardization صار كله نفس الشيء يعني equivalent هيدول التستين على هيدا equivalent للتست على هيدا الستاندردز الموجودين بالبيلدينج بالمانيفاكتشرنج نفس الشيء صارت البروسيس هذه بالايكونومكس اللي اسمه بس تخصص بالشغله وتصير هي ذاتها عم تبعيدها بتصير اسرع انت بتعملها شورتنينج كونستراكشن سكيدجولز انه اصغر اولا ثانيا منك بحاجه لشو لكل هالمباني اللي حواليك اللي هن فوق ايمرجنسي كوربولينج بطل بحاجه لكل هدول معظمهم بطل بحاجة لهالكمية الكبيرة، فالكونستراكشن بيريد اللي بيقولوا لك اياها هي حوالي خمس سنين من بعد ما تاخذ قرار تبلش التعمير يعني خمس سنين بدول تاخذ قرار سياسي حازم وفي مصاري يعني غير دول ممكن تاخذ دوبل يعني مش أزمة بس مثلا بالامارات بلش 2012 عمران بال 2018 حيبلش اول رياكتور اوبريشن بيلحق الثاني 19 20 21 فبقولوا باي 2021 اربع رياكتورز حوالي 6000 ميجا وات يعني 1400 بر رياكتور اقل شوي حيكونوا اوبريتنج عم نحكي بين 2012 و 2021 قبل 10 سنين فهون ما عندي بحاجه لكل هالمباني فحتى هاي الخمس سنين بيريد اللي بتخوف فيها الناقصه بنفس الوقت كمان اذا خففت الكونستراكشن بيريد يعني وانا كنت مفترض حكومتي مش قادره فبجيب قروض دوليه بنسميها الانترست بخف المده الزمنيه اللي اخذت فيها عليها القرض حيخف حتخف فكمان هيدا حيساعدني انا كحكومه مش قادر لما الانترست ما حيكون صغير مش عم باخذ مليون دولار انترست كبير بس على على على, على, على بس صغر الوقت اللي بحاجته العمر بس بلش انتو طاقه صرت عم طلع مصاري فمعناتها خفت الانترست
The process steam supply for بتلاقي تفانت operating at high temperatures فهي يستعمل هال high temperature for other غير إنه في يزيد efficiency في يستعمل هال high temperature for several reasons heavy oil recovery chemical